خدا حافظ. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. شطورك طيب؟ خلاص Bir çizin daha başladı Cemil Şok. Passport, passport, passport. Kullu tamam. Kullu tamam. Passportu tamam ya şeyh. Khalili! Bakalım Arabu amada Masud, komandan Masud esayil doran. Arabu amada. Masud can, habernigara ince hasan. Benim pasportu şan. تمام ان شاء الله انا چرا با پاسپورتی بلژین آمدم این فکر کردم انا از مراکش هستم میگن برای اخبار بلژین کار میکنه انا را رکیگ دیری محمودی به دقت میگردنش براشم یک ساعت وقت میدهیم خلاص خلاص محمودی بیارش فضل يا شيخ فضل يا شيخ خليني قدامك حياك الله عمر صاحب السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام كيفك يا أسد الحمد لله أسد أفغانستان بارك الله فيك ووفيك بارك بارك الله فيك شكرا على الساعة الكاميرامان بتاعي السلام عليكم عليكم السلام تفضل محمودي ايه الجو بعد اذنك انت شكلك مصارع مش صحافة والله يا كوماندر انا وانا صغير كنت مصارع دلوقتي انا شغال في مؤسسة شيخ الاسلام ابن تيمية في لندن وبنروح هدي القدام شوي بنروح إلى الدول الإسلامية ونشوف الغلابة ونصور معاهم وبعدين الكيبورد نشوف ناس تساعدهم طيب اسألني السؤال بتاعك لو سمحت سيادتك دايما تقول إن أسامة بن لادن إنه مجرم وقتل قتلة والمفروض يطلع من أفغانستان وبعد كده لما احنا كنا نحارب جنبك أدام العدو السوفيتي ما كنت تقول اخرجوا يا عرب تذكر قول الله تعالى إن لله وإنا إليه راجعون Masood, Masood,
Çeviri ve Altyazı M.K.